السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.
أصحاب الجنة هم الفائزون. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.